نور ستارز تجيب على سؤال كيف علاقتك بربك وتتحدث عن الصلاة لأول مرة. نور ستارز أثارت الجدل بإجابتها ولأول مرة عن سؤال متابع عبر سناب شات، وكان السؤال كيف علاقتك بربك، واختارت نور الإجابة ب: والله يا عادل، علاقتي بربي علاقة العبد بربه لا يعلم بها إلا الله. فأنت شلون علاقتك بربك؟ أعتقد كل واحد لازم يسأل نفسه السؤال. فهي مو أول مرة تحكي نور ستارز عن موضوع الدين عبر السوشيال ميديا، رغم قلة حكيها عن ذلك. فحكت عن موضوع الصلاة وكيف عم بتحاول تتمسك بها بفيديو من فيديوهاتها على يوتيوب قبل سنة. هلأ بدي أحكي لكم عن شيء كتير جدي وكتير مهم، الصلاة. أنا ما بحكي كتير عن الدين بقناتي لأنه أنا جايز بحترم الكل ويعني بقدر الكل وما عندي، يعني فهمانين علي كيف، وأنا مش مثالية أبداً، يعني أنا أبداً مش مثالية، ولكن عم بحكي عن تجربة شخصية. أنا قبل كنت صلي وأقطع، يعني صلي وأقطع وما ألتزم يعني فترات طويلة بالصلاة، ولكن من فترة قرأت جملة الصلاة عمود الدين. فشو رأيكم برد نور ستارز؟ شاركوني رأيكم تحت بخانة التعليقات.